السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رائد من مدينة ستوكهولم. يعني مش عارف شو أحكي. رسائل بعدها متتالية، وكثير كثير من إخواني العرب اللي مفكرين يسافروا للسويد بعدهم مش فاهمين شو الطبخة، وبعدهم برجعوا لمعلومات سابقة قديمة جدا جدا عن السويد وعن الإقامات بالسويد. وبتيجي بتسأل الواحد انت شو عندك عشان تيجي على السويد؟ هل عندك، هل مفكر تيجي مثلا لجوء؟ هل مفكر تيجي زواج؟ هل مفكر، هل انت مستعد ماديا؟ بتلاقي الشخص نفسه لا مستعد ماديا ولا عنده قصة للجوء، ولا انه هو فاهم كيف الحياة بالسويد، ولا عنده حتى اصدقاء او اقارب او اي حدا بالسويد. يعني ممكن هو لطش له كمان معلومة من هالمواقع واعتمد عليهم، ومعلومات بتلاقيها يمكن مواقع نشريتها عشان تنشهر وعشان يصير عندها اعجابات كتير وطلها تمدح في السويد وما تذكر السلبيات بالمرة. يا اخواني الكرام، الوضع حاليا في السويد بالنسبة للي بفكروا ييجوا ليس بالامر السهل. يعني حتى بسمع لسه قضايا لاخواني من سوريا بتنرفض اذا ما كان عندك قصة لجوء قوية. يعني أكثر القادمين لجوء، عشان نكون واضحين مع بعض، أكثر القادمين للسويد لجوء. يعني كلهم بتحجج وبقول لك يا أخوي أنا بدي أطلع دراسة، بعدين شوي شوي بقول لك يا أخوي أنا بدي أوصل على السويد، بعدين بقول لك أنا بدي فرصة عمل، وضعي المادي تعبان. إحنا معك، وإحنا أكثرنا جايين عشان وضعنا المادي أو وضعنا النفسي تعبان، بس إنه أنت هسا في الوقت الحالي باني افكارك على انه انت مثلا من عسى مثلا من العراق او من غزه او من اليمن، من اي دوله عربيه، ومعتمد على الوضع العام. انا ما بنصحك تفكر بالوضع العام، انه انت كيمني ولا كسوري ولا ركز على قصتك الخاصه، جهز قصه لجوء، بعدين فكر بطريقه السفر. كثير ناس بتراسلني يا اخوي فيدني كيف اصل على السويد. يا اخواني شرحنا الموضوع اكثر من 1000 مره في موقعنا، وحطينا قصتي كاملة، وقلنا لكم ارجعوا لموقع اليوتيوب وارجعوا لصفحات أخرى كيف كل واحد يشوف قصة مشابهة لقصته لبلده. يعني ما شاء الله اليوتيوب صار مليء بقصص لعرب سافروا وحكوا قصتهم بالتفصيل، وحكوا شو معاناتهم، إن كانت في البر ولا إن كانت في الجو ولا إن كانت في كافة المجالات، وحكوا كيف طرقة السفر واللجوء والدراسة ولم الشمل. فإذا السويد غير مناسبة لك كجنسية معينة، ممكن تكون بلجيكا مناسبة لك، ممكن لوكسمبورغ تكون مناسبة لك. أهم شيء يا أخي الكريم أنه يكون كمان حدا يساعدك، ويكون وضعك المادي نوعا ما ميسر. لأنه إذا أنت بس بتفكر لي توصل على السويد ولا عندك أصدقاء ولا عندك علاقات ولا عندك قصة لجوء، وجاي رح يرموك ممكن في قرية من القرى اللي بعيدة في الشمال ولا في أقصى في أي مكان، في أقصى الشمال، في قرى منعزلة وتعيش لوحدك، وانت جاي بتفكر انه هم رح يعيشوك في ستوكهولم. فأنا بقول لك من هسا انه انت رح تتعب إذا أفكارك زي هيك. بدك تكون عندك دافع قوي للسفر، وبدك تكون عارف انه انت في الفترات الأولانية ممكن سنة سنتين تعيش في قرى. وأهم شيء أنه يقبلوا لجوءك إذا كانت قصتك قوية جدا جدا، تكون قصة جاهزة مرتبة كل شيء عن وضعك الشخصي. مش تقول لي بلدي أنا، تقول لي اليمن مدمرة ولا فلسطين مدمرة ولا سوريا مدمرة. هم عارفين، عندهم تقارير وعارفين، بدهم قصتك أنت، تحكينا عن وضعك أنت، ليه جاي أنت، تمام، وتتفاعل مع قصتك أمام محقق دائرة الهجرة وتحكي عنها بإسهاب. مش جاي على بلد لا انت عارف وضعك ماديا تعبان ولا فاهم شو هو اللجوء ولا فاهم شو السويد وين تقع بالتفاصيل. بعدين ما بس انه انتم بس حاطين مثلا براسكم انه كسويد ولا كنرويج وكاي شيء. ممكن السويد تكون مناسبه لجنسيه معينه وغير مناسبه لجنسيه اخرى، ممكن تكون للعزابي مناسبه غير مناسبه للمتزوج. فيا اخوان الكرام، لا تعتمدوا على المعلومات السابقه ولا تعتمدوا على المعلومات هاي اللي بروجوها بعض المواقع عشان يكسبوا لايكات واعجابات ومشاركات. ابحث عن المعلومة الحقيقية وركز على طريقة وصولك للبلد، وكون معك وضعك المادي نوعا ما مرتاح، وخطط واصبر وتوكل على الله، ربنا ما بضيع عملك. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله. أخوكم رائد من مدينة ستوكهولم. السلام عليكم ورحمة الله.